مبادرتنا هي مبادرة توعوية تعنى بقضايا الحمل الصحي، يعني احنا بنحكي عن أهم القواعد الصحية لحمل صحي بفيد الأم والجنين. الفئة المستهدفة الأكبر لنا هي سيدات عم بخططوا للحمل أو حوامل بفترات متعددة. الهدف المساهمة بأنه نقلل موضوع المخاطر اللي عم تعاني منها السيدات، فاخترنا نكون عم نعمل شيء اسمه اكسبو حمل، اللي هو حتمر فيه السيدة بتسع محطات، رح نناقش فيها كل مرحلة من مراحل الحمل، بداية من مرحلة التخطيط وانت طالع على مرحلة موضوع الأدوية، موضوع الأغذية، موضوع الولادة، كثير السيدات بيكون عندهم استفسار عن هالموضوع، وختاما بموضوع الصحة النفسية، اللي نحن كثير بنحس انه السيدات لازم يكونوا عم يركزوا فيه. بداية الحمل صراحة فينا نقول قد ما أنا متعبة قد ما أنا حلوة للسيدة، إنه بشكل عام السيدة بتحس بشغلات جديدة هي ما أنا حسيتها، بخصوص إذا كانت السيدة أول مرة حامل، فنحن عم نحكي لها على أهم الأعراض والتغيرات الهرمونية والمزاجية اللي عم تصيبك أنت كسيدة حامل، عم وضح لها شوية أفكار بحيث إنه هي ما تخاف وشوية معتقدات خاطئة، بعدين عم وجه السيدة الحامل لشوية اختبارات هي تعملها لاكتشف إنه هي سيدة حامل، عن طريق خليني أقول لك إنه هذا نحن عم نعرض لها هذا الجهاز، جهاز كشف الحمل عم نجيبه من الصيدلية وعلمها الطريقة إذا هي ما بتعرف، بس أغلب السيدات يعني ما شاء الله عندهم وعيين وبيعرفوا يستعملوا. بعدين في عنا عم بحكي لهم عن اختبارات الدم اللي بتعمله كمان بالمخبر، وآخر شيء عن جهاز الإيكو اللي كتير في معتقدات شائعة عنه إنه هو خطر وغير آمن للجنين، هو كتير آمن والأشعة اللي هي أشعة مفيدة وإنه ما حتضرك للجنين. خصوصي بالوقت اللي عم نعاني فيه كثير من صعوبات، في اطعمه للاسف ما عم يكون في وعي حولها، فنحن ضروري كثير ننوه على الاطعمه انه هي فيها تتاخذ خلال الحمل او هي اطعمه ما فيها تاخذها. نحن مثل ما حكينا نعمل انشطه تفاعليه لحتى نقدر نوصل المعلومات لسيده باكثر طريقه تفاعليه ممكنه. بالنسبه للطاولات الاغذيه في عندنا نشاطين، النشاط الاول حكينا فيه عن اهم العناصر الغذائيه الموجوده بالطبق الطعام الصحي مثل الكربوهيدرات، المعادن، البروتينات والالياف. حكينا شرح مختصر عن كل اهميه عنصر غذائي وين بنلاقي اكثر شيء بالاطعمه الغذائيه مع بدائلها. بالنسبة للنشاط الثاني فهو في عنا حجر النرد، فيه مجموعة أطعمة، هن السيدات إنه بيزتوا الحجر والصورة اللي بتطلع فبنشرح عنها. في عنا أطعمة يمنع منعا باتا تناولها خلال فترة الحمل، وفي أطعمة ممكن نتناولها لكن بكميات قليلة. هلا في أشياء معينة اللي بيتوحموا عليها معناها في مشكلة عند السيدة الحامل، بالنسبة مثلا للاضطراب ما هي لما عم تتوحم عليه بيكون في معها نقص بعنصر الحديد. نفس الشيء بالنسبة للأشياء الثانية، فكتير ضروري لما نحس بأشياء غريبة بأطعمة ما في مثلا ناكلها ضروري إنه نراجع الطبيب لأنه بيكون في عنا نقص بعنصر غذائي ما. أنا هون موجودة بإكسبو حمل مشان وعي السيدة عن المعتقدات الخاطئة اللي كتير شائعة بمجتمعنا، وعاملة نشاطي على الطاولة عبارة عن ساعة فيها عقارب وفيها صور بدي أتناقش أنا والسيدة عليهم. نحكي لك نموذج عن موجود عنا، كثير في سيدات بياخذوا زيت الخروه مشان يسهلوا الولاده، زيت الخروه بياثر على الجهاز الهضمي وما بياثر على الجهاز التناسلي، وهيك حيعملنا صعوبات بالولاده اذا كانت طبيعيه، رح يعملنا مغص، رح يعملنا اسهالات، مشان هيك انا ابدا قلت لها للسيده ما تاخذ زيت الخروه. كمان في عنا العسل للبيبي، العسل ممنوع نعطي للبيبي قبل عمر السنه، العسل فيه ماده، هي الماده بتاثر على البيبي لانه لسه بيبي لساته عم ينمو جسمه، فنحن بعد عمر السنه فينا نضيف العسل لغذائه للبيبي. كثير سيدات عم يسالوني انا امتى فيني اتحمم بعد الولاده، فالسيده فيها تتحمم بعد الولاده اذا كانت ولدانه ولاده طبيعيه وما عندها خزع، بس ترجع على بيتها وتكون امورها رواق وترتاح فيها تتحمم، اما اذا كانت ولادتها طبيعيه ومعمل لها خزع فيفضل بعد 5 ايام ترجع لعند طبيبها وتكون امورها رواق وما في عندها قطب تكون كلها ملتحمه، اما اذا كانت ولدانها ولاده قيصريه فيفضل بعد اسبوعين تكون راجعت طبيبها وتطمن على الجرح وشل الخيط، وقتها بترجع على بيتها فيها تتحمم شغله 12 ل 15 يوم كل سيده على حسب الحاله تبعها.